للحديث أكثر عن محاولات حكومة الاحتلال تسريع وتيرة تهويد القدس والأراضي الفلسطينية ينضم إلينا الدكتور عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى عبر الهاتف من القدس. مرحبا بك دكتور عمر، ماذا يعني قرار حكومة الاحتلال إعادة تسجيل عقارات البلدة القديمة في مدينة القدس وما الذي سينتج عنه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذه الخطوة هي من أجل زيادة السيطرة والخناق على أملاك أهل بيت المقدس، وأيضا من أجل فرض الغرامات التي تنتج عن تسجيل هذه العقارات، وأيضا حتى يكون هناك يتبين إذا كان هناك أملاك غائبين أو ممن يكون من أهل بيت المقدس أو من أهل فلسطين ممن يسكن منطقة الضفة الغربية ولا يستطيع وله أملاك في القدس ولا يستطيع الوصول إليها، لتسجل في أملاك الغائبين أو أملاك يعني لا يستطيع أن يصل إليها. فلذلك هذه نحن ننظر بعين الخطورة لهذه الخطوات التي يريد الاحتلال أن يسيطر على جميع أملاك القدس، ومن أجل تهويد المدينة وفرض الهوية الإسرائيلية عليها وخصوصا البلدة القديمة. سلطات الاحتلال دكتور تشرع بتوسيع عدة طرقات وشوارع رئيسة في منطقة الأغوار الفلسطينية، إذا كان ذلك توطئة لمشاريع استيطانية جديدة، يعني أين نتساءل، أين المجتمع الدولي، الرباعية الدولية، مجلس الأمن الذي شهد اتفاقيات تجميد الاستيطان؟ نعم أخي الكريم، يعني الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات الدولية ويتنصل منها، وخصوصا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تضرب بعرض الحائط كل هذه الاتفاقات ومعاهدات السلام التي وبرمتها مع الجانب الفلسطيني، وتريد أن تفرض الأمر الواقع، وبذلك تشتت أن يكون هناك حل للدولتين الذي كان منصوص عليه، وبذلك هي تفرض الواقع الجديد الذي يريد أن يفرضه الواقع، خصوصا بما يحصل من ترهل للأسف عربي إسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، وأيضا النظرة الغربية أن القضية الفلسطينية ليس قضية أساسية من أجل دعمها. فلذلك قام الاحتلال بخطوات خطيرة تقضي على أي فرصة للسلام أو لأن تكون الدولة الفلسطينية هي عبارة عن كانتونات يريد أن يفرض عليها الاحتلال ويملي عليها الاحتلال ما يريد. هناك من يرى أن تسريع وتيرة الاستيطان ومحاولات تهويد القدس تأتي رغبة من حكومة الاحتلال بكسب الوقت قبل رحيل ترامب، هل يعني ذلك أن بايدن سيوقف هذه الانتهاكات؟ والله نحن بصراحة لا نأمل يعني في أن تكون هناك مغايرة كبيرة ما بين السياسة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو غير ذلك. فلذلك يعني السياسة هي العامة للأسف هي دائما هي تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي ولا تكون مع أهل فلسطين في الظلم الذي يقع عليهم من 70 عام حتى الآن، والعالم كل العالم قد تحرر من الاحتلال إلا أهل فلسطين الذين يعانون الاحتلال، والآن يطمع الاحتلال في أن يجعل الدولة الفلسطينية هي كانتونات متقاطعة ولا يوجد بينها صلات جغرافية، والاستيلاء على كل الموارد الزراعية والموارد المائية لتبقى دائما هزيلة ضعيفة فقط، يعني حتى أقل من حكم ذاتي. ما الواجب على الشعوب بعد موجة التطبيع التي شهدت انخراطا لبعض الدول العربية فيها؟ يعني نحن نقول بعد أن كان هناك إبرام ما بين مصر والأردن
لم يكن هناك من الشعوب قدوم إلى الجانب الإسرائيلي والتطبيع معه، عكس ما نراه اليوم للأسف من التطبيع على قدم وساق من الدول التي طبعت جديدا مع الكيان الاحتلال الذي شجع الاحتلال على تهوية المدينة وعلى القدوم على أيضا السير قدما نحو تهويد القدس والسيطرة أيضا على عفوا على البلدة القديمة والتشديد على المسجد الأقصى المبارك. فلذلك الشعوب كلها نحن نأمل بالشعوب التي أن تنصر الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانبه في حفاظه على ثباته وحفاظه على مقدساته وعلى إسلامية المسجد الأقصى خاصة وعلى حقه في أن يتخلص من الاحتلال حتى يأذن الله بذلك بإذنه سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.